أما هلأ مشاهدينا وصلنا لفقرتنا الحوارية الثانية لليوم، فالبيت العربي للموسيقى بإطار حفلاته الموسيقية يقيم هذه الأيام الأيام الموسيقية لأوركسترا البيت العربي، فكان يوم أمس أولى أمسياته، فكان حفل أوركسترا البيت العربي برنامج واحد بقيادة المايسترو بيرج قسيس، ويليها حفلتان أيضا، حفلة الجيتارات بقيادة فيصل عمران زائد بيانو، وحفل لفرقة أوركسترا البيت العربي برنامج بقيادة أيضا المايسترو بيرج قسيس. ونكون في حديث عن هذه الأيام خلال لقائنا. ضيوفنا معنا في الاستوديو السيد ياسر دريباتي مدير البيت العربي للموسيقى، والسيد بيرج قسيس المايسترو لأوركسترا البيت العربي. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يا هلا. بداية أستاذ ياسر، خلينا نحكي عن الأيام الموسيقية للبيت العربي للموسيقى. هذه الأيام، الأيام الموسيقية هي الحفل السنوي 13 للبيت العربي، هي احتفالية موسيقية اعتدنا على إقامتها من 13 سنة. طبعا الاحتفالية الموسيقية كما ذكرتي حضرتك هي على مدى 3 أيام. اليوم الأول هو لأوركسترا البيت العربي، واليوم الثاني هي مجموعة الجيتارات ذات سولو بيانو، واليوم الثالث أيضا أوركسترا البيت العربي في برنامجها الثاني. الاحتفالية هي جهد عام كامل لطلاب وطالبات البيت العربي، جهد على كافة الآلات الموسيقية، هي حصيلة سنة دراسية، إضافة إلى أنه أيضا هي جهد مدرسات ومدرسي البيت العربي، جهد على كافة الآلات، جهد تدريبي. طبعا بشكل خاص اذا بحكي على الاوركسترا، هي جهد كبير للاستاذ بيرج. كتابه وتوزيعا وتدريبا، حقيقه هيك قدم هو جهد انا بتشكره عليه، يعني ليس امرا هينا ابدا. صحيح. الاشتغال مع مجموعه كبيره من الاطفال واليافعين، وعلى مدى يعني خاصه هوات وعلى مدى هوات طبعا يعني. هوات على مدى اشهر طويله. نعم. ايضا مجموعه الجيتارات كمان بتشكر الاستاذ فيصل ايضا بذل جهد كبير مع مجموعه الجيتارات. اردنا يعني ضمن تقاليد البيت العربي، اصبح هذا التقليد هو عفوا الايام الموسيقيه البيت العربي، اشتغلنا على أن تكون أسبوعا موسيقيا، نأمل بأن تصبح أسبوع موسيقي للبيت العربي، أسبوع موسيقي لا يقتصر فيه الأداء فقط على طالبات وطلاب البيت العربي أو مدرسينه، وإنما يتحول إلى تظاهرة موسيقية، نستضيف موسيقيين من خارج البيت العربي من مدن مختلفة. لذلك نستطيع القول يعني بأنه ما وصلنا إليه ضمن الظروف الحالية هو تقديم أيام موسيقية ربما كي تصبح أيامنا يعني أكثر إشراقاً. نعم أكيد. مايسترو بيرج أكيد وضع برنامج للأوركسترا اللي يكون بحفل، يعني بده دراسة من حضرتك ومن الإمكانيات المتوفرة عندك. يعني هلا واحد لما بيقول اوركسترا بيخطر له انه بده يسمع موسيقى اكثر من الغناء. نحن امبارحه شفنا موسيقى، طبعا هو الموسيقى المرافقه لكل الاغاني، لكن كمان شفنا غناء. فما بعرف انت كيف حطيت تصور هاي الايام لحتى تقدم في مواهب الاطفال، تقدم في الاوركسترا، تقدم في حتى الاصوات والغناء. الموسيقى الاليه قدمناها قبل شهر، عملنا حفله للآلات، يعني أوركسترا. نعم. مثل ما هي حفلة للأوركسترا. عنا نحن تلاميذ صار لهم عم بيدرسوا على مدى 4 سنين، فصار عنا حصيلة هالسنة تقريبا 15 شاب وشابة درسوا الغناء على فترات طويلة. يعني حتى الغناء هن طلاب، طلاب لكن ما هن ضيوف، طلاب غناء يعني. نعم. هن نفسهم طلابنا، فعملنا لهم هالحفلتين خصوصي مشان قدم طلاب الغناء، وبسبب العدد قسمناه على يومين. على يومين. بالنسبة للأغاني والموسيقى المختارة، يعني حضرتك يعني كبرنامج حفل انت اكيد اختياراتك هي بتكون حسب امكانيات الشباب اللي عندك. نحن انا درست اصول الغناء العالمي،
بس غايتي انه طور اصول الغناء العربيه. فنحن بنعلم هون كيف يغنوا عربي، والشخصيه اللي بنحاول نخلقها هي شخصيه عربيه. عدا عن هالامر هذا، اي حفله هي رحله، فنحن عندنا نزهات، يعني بنروح مثلا بالالوان ثلاث اغاني بالتراث وصلات يعني، نعم. او بنعمل بعدين وصله غربيه، بعدين وصله حديثه هيك. نعم. انا حابه نطلع بالصوت لان هي معزوفه كثير حلوه، اذا زملاء تعلونا الصوت ونشوف صوت وصوره. حلو، يعني انتم افتتحتوا طبعا بعد النشيد والاول معزوفه بالعصفور الطائر، هي تقريبا المعزوفه الوحيده كموسيقى. كثير حلو هذا التوزيع. لا، عندنا المعزوفه الثانيه للناي. الناي هي بالنسبه للنايات، مضبوط، السولو يعني. فنحكي بس عن هي المعزوفه لان هي ملفته، وكتوزيع وك يعني كطلاب بتحس انه هون في مدرسه بهي المعزوفه. هي المعزوفه شهيره لملك العود العراق. نعم. شو كان اسمه؟ أنا هلأ لسه منير بشير. منير بشير. أستاذ كبير. التوزيع عملناه، وهو موزع عدة مرات. هذا العمل موجود له تشكيلات مختلفة. نحن نضطر نوزع كل مرة مهما كان التوزيع على الآلات الموجودة عندنا. نعم. مشان الفرقة تكون متكاملة. إيه طبعاً، هي نحن هذا اللون. بكل الحفلات بهمنا انه نقدم الموسيقى العربية الحديثة، وبهمنا نقدم الاعمال حتى اللي مو حتى بالدرجة الاولى اللي بتنكتب بلاد. تمام. يعني نهتم بالابداع. يمكن لفت انتباهك انه هذا البرنامج الموسيقي مثل عم تحكي ست الباب، البرنامج الاوركسترا الاول اللي دخلت فيه الاغنية بهذا الحضور الكثيف. على برامج الأوركسترا السابقة هي كانت برامج غربية، يمكن 80% أو 90% مشكلة بس يعني حسب الآلة. حسب الآلة يعني طبعا. هلا هو إنه إدخال الأغنية للبرامج الأوركسترا، أنا برأيي يعني في أكثر من هيك من دافع. أحد الدوافع هي إعطاء فرصة لطلاب السولفيج والغناء في البيت العربي طبعا. لأنه أيضا يظهروا على خشبة المسرح، إضافة لأنه أيضا الذاكرة، ذاكرتنا كلنا يعني بعتقد هي في جزء كبير منها هي ذاكرة غنائية أكثر من ذاكرة موسيقية. فحتى نورط الجمهور أكثر لأنه يجي يسمع. لا بأس من تقديم حفل أوركسترا خاص. أوركسترا بحفل غنائي، لكن العمل هو عمل أوركسترا يعني بمعنى عندك مجموعة طبعاً من العازفين. البطل البطل هو الأوركسترا. الناس ما عم بيلاحظوا. المغني بيجي بهالأغنية بيروح. لا واضح يعني كنا عم نحكي عن الاستاذ هو الشغل على الاوركسترا، لكن تماما هو في تلوينه غناء بكل، وشفنا كثير من النماذج يعني او الالوان الغنائيه. نعم تماما. فخلينا نحكي استاذ ياسر عن المشاركين، عن الطلاب، المستوى اللي ارتقوا فيه الطلاب سنه بعد سنه يعني بالبيت العربي للموسيقى. هلا المشاركين بحفل، طبعا المشاركين بالايام الثلاثه للايام الموسيقيه للبيت العربي هن طلاب البيت العربي على الآلات الموسيقية، وطلاب أيضا السولفيج الغنائي اللي مثل ما حكينا من شوي يمكن هذا أول ظهور بهذا الشكل لألون أو بهاي الكثافة. هلا بالنسبة فيما يخص أوركسترا البيت العربي، هي يعني فيني سمي أقول هي مشروع، هي إحدى مبادرات البيت العربي، وهي مشروع له استقلالية مع البيت العربي. يعني بمعنى الأوركسترا هي مشروع موسيقي مجاني. المشاركين في الأوركسترا مو كلهم طلاب من البيت العربي، والأوركسترا هي تدريب أسبوعي مستمر من قبل الأستاذ بيرج، وهي مفتوحة لكل الشباب والشابات الموسيقيين من داخل ومن خارج البيت العربي. أول ما أطلقتوا هيك تماماً، ذلك مشروع مستمر ومبدور، وكل المشاركين في الأوركسترا هني طلابي.
لكن الفعاليات الأيام الأخرى لا، هني الطلاب وطالبات البيت العربي، وأيضا المشاركين في الأوركسترا طبعا بنسبة كبيرة منهم هني من طلاب البيت العربي. هلا بالأوركسترا أيضا إذا لفت انتباهك ست الباب، نحن عملنا استهلال مبارح أيضا بالأوركسترا، طبعا أنا اقترحت على الأستاذ بيرش فكرة وحبة كتير، عملنا استهلال. هلا كان الاستهلال مع سولو جيتار مع أصغر طفل عندنا بالبيت العربي، وهو تشائل هيك الصدفة إنه يكون ابني. بس القصة مو هون، يعني مو لأنه ابني هو طلع مع الأوركسترا، لا، لأنه أيضا حكينا أنا والأستاذ بيرش إعطاء فرصة للأطفال ضمن عمر كتير مبكر لأنه يتعلم الموسيقى، نحن فرص للتعلم الموسيقي مو بس هيك، يعني لا يمكن هذا الاستهلال هو بده يدفعنا لاحقا كيف نحن فينا نلم مجموعة من الأطفال، فينا نوضب مجموعة من الأطفال ضمن شغل موسيقي جماعي، وبالتالي فعليا نحن نمنح فرصة للأطفال بسن مبكر بالأربع سنوات أنه يدخلوا هيك عالم الموسيقى. حلو، يبدو الزملاء كمان بدهم يسمعونا نسمع ونرجع للحديث. يعني هلا طبعا سمعنا احدى الاغنيات اللي تقدمت بالحفل الاستاذ بيرج، يعني الطلاب اللي بيجوا ليتعلموا السولفيج يعني هن عندهم اصوات حلوه. هلا نحن عم نشوف احيانا في اداء واحيانا في يعني صوت حلو فعلا، هون كيف تتعاملوا انتم بالاخير؟ ما بعرف اذا بدكم مطربين يعني ولا بدكم اداء سليم اداء جيد، يعني بمعنى اخر كيف بنشتغل على هي الاصوات؟ بالنهايه الفنان الناجح هو ناجح بعقله، الفنان الزاكي هو اللي أعلى شيء القمة. مهما كان الصوت حلو، أحلى الأصوات عند البقر من لأيانا بقرة، يعني لما هيك بتقول ما في أنضف هيك، يعني باص هيك وصافي وهيك ملاك. فكلياتنا في هالحياة عندنا مشاكل بشخصيتنا، فقصة التعليم هي تكوين الشخصية الموسيقية، الشخصية الغنائية اللي بدها تطلع. تمام. هاي بدها تفاعل طويل بين التلميذ والأستاذ ودراسة طويلة نستعمل فيها كل الأنواع الغنائية الغريبة عن التلميذ، منخليه يغني شغلات كتير غريبة عليه ما عملها، ولغات مختلفة. هدول اللغات المختلفة بتخليه هو بالأخير يعرف الفرق بين اللفظ مثلا إيطالي بين اللفظ العربي بين اللفظ الإنجليزي، وبيخلي لفظه أنظف. فبالنهاية اللي أنتوا بتسمعوا هلا الصوت من قوي عند الكل، بالنهاية كل التلاميذ لازم يكون عندهم صوت قوي، هذا رياضة
فكلهم بيتعرضوا للرياضة، والنتيجة الثانية الفنية هي أنه شخصيته للتلميذ وين وصله، الوقفة على المسرح أمام المايك أمام الجمهور، كل شيء، موقفه من الغناية، يعني تمام، تفاعله معه، كيف عم بيعبر فيها كذا. يعني فعلا هذا الشيء بحاجة لمجهود كتير كبير وعمل جاد وشاق طبعا وتدريب مستمر. فخلينا نحكي شوي عن الصعوبات اللي واجهتكم بالعمل وبالتوزيع. تفضل استاذ. هلا دائما يعني هو الجهد التعليمي هو يعني يصنف من الاعمال المجهده التعليم، يعني ما هو امر سهل ابدا ابدا. لكن هو التدريب دائما يحتاج الى مسابره ويحتاج الى مناهج. هلا كل الالات الموسيقية في منهجيه معينه عم يتم الاشتغال عليها على الالات الموسيقية، وبالتالي يعني في تراكم خبرات وتراكم تدريب وتراكم تحصيل. هذا التراكم هو اللي بينتج لاحقا عازف جيد وموسيقي جيد. هلا في مجال الاغنيه اللي كمان سالته، الصعوبات اللي واجهتكم يعني خلال، هلا هي الصعوبات عم بقول لك هي صعوبات يعني في مجال التدريب فقط، يعني التدريب وهي صعوبات طبيعيه ضمن مجال العمل. هلا فيما يخص الغناء يمكن الصعوبات اكبر، لانه ايضا في ذاكره عندنا هي ذاكره يعني ذاكره خارج التعلم. يعني دائما للاسف اللي بيدخلوا على، هلا نحن ما بدنا نخرج مطربين كل الاحوال، ولا هدفنا ولا شغلنا يعني، لكن نحن مهمتنا نشتغل على الزائقة الموسيقية والزائقة الغنائية. مهمتنا السجيل يعني يعي صوته، يعي صوته، مثل ما حكى الأستاذ بير أنه جيل يعني مغني مفكر، يعني مو بالضرورة هلأ بتشوفي كتير أصوات حلوة بس كتير غبية، بس أيضا في أصوات عادية بس أداء طبعا الأداء هو ثقف. هلا مهمتنا نحن تكوين هاي الثقافة، أداء بيكون ذكي مميز تماما. كمان بنسمع هاي الأغنية اللي ختامية كانت تقريبا. رسالة بعل إلى سوريين. إلى السوريين ك يعني قصيدة أسطورة يعني نحن وظفتوها أنتم بهذا الحفل. مايسترو بيرج يعني أبنائنا هؤلاء الشباب يعني اللي عم يتعلموا سواء عزف أو غناء، إلى أي حد لما أنت بتقدمهم أمام جمهور هذا بيكسبهم تجربة، بيكسبهم شيء من اللي أنتم عم تحاولوا تعلمون يا ضمن طبعا الموسيقى عزف وإلى آخره وأداء، لكن في شيء جديد كتير ممكن تجربة بحد ذاته هو الوقفة على المسرح أمام الجمهور. لا نحن لما منعلم الشخص بده يعرف لوين أخدينه نحن، شو مخرجات تعليمه، أنه يعني شو عم لشو على هالعذاب كله، أو صح. يعني هالرحلة شو المتعة تبعتها، شو العظمة تبعتها. كمان هلا كلهم بيخطر لهم انه يشتركوا بالفويس والى اخره، يشتركوا بالمسابقات. انا بقول لهم هذا كله بده يصير هون، وغير المسابقة نحن بنحضركم لتصيروا انتوا بالمستقبل تصيروا مدراء، تعلموا غيركم، ايوه، تستلموا مشاريع وتطالعوا مشاريع يعني. فنحن بدنا ياهم يعدوا من كل هالقصة وياخذوا مسؤولية بالمجتمع، انه انتوا لما بتغنوا غناية هاي رسالتكم للمجتمع يومتها بلحظتها، فدايما فكروا على الرسالة.
حلو. انه نحن عم نحضركم مشان بعدين انتم تبحثوا على اسلوب معين تختصوا فيه تكون هي الرساله تبعتكم. نعم هيك، فهي البدايه. هاي البدايه ذروه التعليم، هي تكون هيك. وان شاء الله يعني نحن بدنا نشوف، يعني كل سنه بنشوف القديمين وبنشوف جيل جديد. استاذ ياسر يعني انتم مستمرين صار لكم 12 13 سنه. اي هذا الحفل انه حلو، في منهم شايفينهم من البدايات وما زالوا، في منهم جيل كثير جديد كان اصغرهم العازف الجيتار اللي عمره 4 سنين ونص. فكيف انتم عم تحافظوا على هالاستمراريه؟ هلا يعني ضمن تدريباتنا الموسيقيه، تدريبات البيت العربي، فدائما في اجيال جديده عم تدخل على البيت العربي دائما. ايضا يعني عندنا نحن كمان في اهتمام بهي الاجيال اللي عم تدخل على الموسيقى، وحتى انا دائما بستخدم كلمه توريط موسيقي. يعني كيف انت بدك تورطي الاطفال والشباب يلاقوا حالهم في الموسيقى. لازم لازم يعني عمليا وقت بيشوف حاله او ما بيحب تماما، وقت بيشوف حاله على خشبه مسرح، هل هذا توريط؟ هذا صقل شخصي، هذا تجربه بحد ذاتها، هذا تجربه، هذا جزء من ذاكره. يعني انا بحكي له، انا بحكي له للاستاذ بيرج، يعني انا اخر حدا بيدخل عندي على البيت العربي من يومين حدا من طلابي صار طلاب البيت العربي، صار قبطان وقرأ خبر انه في حفل البيت العربي فجاي يحضر الحفل. فانا كثير سررت بحضوره بمجيئه. هي الذاكره هي بتشكل ثقافه المجتمع بالنتيجه. تماما، ما بدنا ننظر، بس هي الحياه، جزء من ذاكره هذا الانسان، مدرسته، معهده. تماما، انا وقت بشوف الالات الموسيقيه عم تدخل البيوت، وقت العشرات والمئات عم يتعلموا الموسيقى، مو ضروري يصير موسيقي لاحقا، بس هني مهندسين واطباء جزء من نشاطهم الموظفين. فالموسيقى بتدخل الحياه، وقت الموسيقى بتدخل الحياه انا بعتقد يعني بصير وضعنا الموسيقي وضعنا الغنائي اذا بدنا نحكي على المستوى المهني هو افضل بكثير. استمراريتنا هون بقدر ما ندخل نحن الحياه. صحيح. بقدر ما نستمر. نعم. مشاريع البيت العربي للموسيقى المستقبليه هلا ضمن ظروفنا الحاليه اللي هي الكل بيعرف للاسف، هلا كان عندنا مشاريع كثير كبيره، دخلنا بمشاريع. اوركسترا البيت العربي هي مشروع مستمر، اطلقنا مشروع الموسيقى للجميع، ايضا هو مشروع كان موسيقي تنموي. اطلقنا ايضا كورال اطفال سوريا، ايضا هو مشاريع تحتاج الى دعم. انجزنا شيء من المشروع لكن لم نستطع اكمال هذا المشروع. هلا دائما في يعني مشاريع جديده. هلا المشروع اللي حكينا فيه، يعني انا بالفتره القادمه اطمح بان ننشئ شيء بين قوسين، ما بعرف اذا بسمح لي اسميه اوركسترا للصغار. يعني انا بعتقد هذا بيؤسس لاحقا لجيل اكثر تعليما وهيك واكثر خبره. بيبي اوركسترا. اي بيبي اوركسترا، خلينا نقول بزبط هيك استاذ بيرج. حلو بالضبط. انا بنهايه حديثنا بس بدي اقول يعني دائما الشكل لما نقول اوركسترا نحن كمتفرجين، وهلا حتى على الشاشه او امبارح بالمسرح، انه الفرقه والمايسترو يعني هو جزء من هاي اللوحه. هلا قلناها لوحه، المايسترو اذا ما كان موجود نقول شو وين هاي الاوركسترا يعني. فحضورك استاذ بيرج كثير كان امبارحه يعني بالحفلات، كما هو يعني دائما كمايسترو، مايسترو حقيقي. لكن حضرتك بهيك حالات لما انت عم بتدرب وبتتعب وبتكون مايسترو على فرقتك، شو بتصنف مثلا حفل هالكم يوم، حفل الايام الموسيقيه، كيف بتصنفه انت بمسيرتك الفنيه؟ يعني وين بتوضعه؟ هل هو يعني بتعتبره حفل تجريبي، ولا هو حفل من هاي الحفلات اللي نقدمها للجمهور؟ لا، نحن الحفلة بتعني لنا احتكاك مع التلاميذ 4 أشهر أقل شيء. نتيجة لك، مو بس هيك، دائما بكل الأعمال طبعا أنا وغيري وكل الناس لما بتعمل عمل فني عم بتعاشر الشخص، فهي معاشرة لكل هدول صاروا جزء من حياتي، ونحن أصدقاء وأحباب مثل أولادي. كتير حلوة العلاقة، كتير حلوة. وهن يعني بس المسرح هذا يعني تحصيل حاصل اللي هو 4 أشهر كيف مندور على بعض. يعني أنا كتير حبيت هالمايسترو غير التقليدي اللي كتير كان فري واللي كتير كان متجاوز بعض التقاليد بس بشكل حلو ومحبب. نحن حتى كجمهور حبينا. هو الأستاذ بيرج حقيقة هو يعني
انا فيني وصفه هيك انه معلم. اكيد المعلم هو اللي مو بس والله بيقدم خبرات بمجال المهنه، لا هو ايضا بمجال الحياه، يعني مثل عم يحكي هو الاب والاخ الكبير. نعم نعم، نحن انتهى وقتنا، بنتشكركم كثير ونتمنى دائما يعني نشوف شيء ننتظره كل سنه للبيت العربي للموسيقى. ومنوه انه اليوم ايضا هو حفل الجيتارات الساعه 6 بدار الاسد، وبكرة أيضا الحفل 2 بقيادة المايسترو بيرج قسيس. بإمكانكم مشاهدينا حضور هاي الحفلات لايف، أو طبعا نحن عبر قناة أوغاريت عم نسجلهم وإن شاء الله بدنا نزيهم تباعا. شكرا جزيلا، نتمنى لكم كل التوفيق، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. شكرا لحضوركم واهتمامكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شكرا لكم أساتذة وأهلا وسهلا فيكم، شكرا لحضوركم أيضا. وبنهاية لقائنا مشاهدينا أيضا بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي لليوم، إن شاء الله تكونوا قضيتوا وقت ممتع ومفيد برفقتنا، شكرا لمتابعتكم، نتمنى لكم بقية نهار ممتع، إلى اللقاء. وآخر فقراتنا أكيد أغنية مختارة من حفل يوم الأمس للأيام الموسيقية البيت العربي للموسيقى، دمتم بخير، إلى اللقاء.